نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل تشغيل تلقائي للصور. قم بالضغط هنا على تطبيق تليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا الإعدادات والمحادثات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تأثيرات الحركية، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تشغيل تلقائي للفيديو للصور. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل تشغيل تلقائي للصور، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.